يصادف اليوم الجمعة اليوم الوطني الصيني السابع للدستور، وقد حددت الحكومة الصينية 4 من ديسمبر يوما وطنيا للدستور في عام 2014 بهدف تعزيز وعي الصينيين وفهمهم للنظام القانوني في البلاد. وتقام مجموعة متنوعة من الأنشطة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام في الأماكن العامة لنشر المعرفة القانونية. ومنذ عام 1986 نفذت الحكومة سلسلة من الخطط الخمسية التثقيفية حول النظام القانوني. ويصادف عام 2020 نهاية الخطة الخمسية السابعة للصين بشأن زيادة معرفة المواطنين بالقانون.